قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. ومازال ما بغيتش يتقبل. الشيطان غربي يا امي تاج، وراكي عارفه البلي يا امي تاج، فرد المراه رزقها وعييتيني كل مره. غير كوني هاني يا امي تاج، انا غادي نقلب على في المكان تغرج على رزقها. وقلتي لي تبتي وهداك الله هي الاخرى امي تاج. هاي داز من هنا امي تاج، رجلي برجليك زيد الثاني. شريف اشريف روح شوف فرصه الكستان ديالك، حاجه هي اللي شدات وها كاين الرزق. قلبي على الرزق في فلوس كلام الفوق شي ميكروفون. الله يرحم والديك على الرزق. غنجي عطيهم المول هاد الدنيا، راه هو اللي دار كل شيء. اما انا غير سكان. بارك الله فيك الشريف، الله يرحم الوالدين، الله يعاون امي. وها الفترة دخلت عليك بالربح؟ مطوس عليا انا، تبرع عليا في القضية مع راسك. ليما خالتي فين مشيتي؟ خليتني كنقلب عليك. انا ما عرفتيش. الو البوليس هادو؟ السلام عليكم. واحد جثة ديال واحد الدريه لحال الحرب مش نوار. واخا سميتي عبد السلام، نتسناكم حتى تجيو. داكور. اش قالوا لك؟ ها هما جايين. وصلنا مع 45 دقيقه ولقينا الشهود وخدينا الاقوال ديالهم وصبات كونتور كارون. ما كتلبسش الربعينات، كتلبس قل من وصلت. شنو فيه؟ فيه مكياج و 50 درهم. وهذه الورقة كتب فيها بلي انتحرت. سامحني يا ربي، سامحني يا عائلتي، يا الدرام. ما عندهاش لاكارت. باينه بلي مازال صغيره. اون افي، تشريح بين على انها فتاه ما بين 15 و16 سنه. كانت في صحه جيده. سبب الوفاه الغرق، لان لقينا الماء في الريه ديالها. الوفاه وقعت هذه 12 ساعه تقريبا. وزونفيرون دو مينوي. باين دغيا لحال البحر. جميع الاعضاء سليمه. غادي تكون ما تصبع؟ لا، بقى عزبه. والمعدة ديالها خالية من أي مادة غريبة أو الكول، غير بقايا ديال العشاء بواسون وي فروي دو مير، والخوخ ديسير عادي. خوخ ماشي عادي، الخوخ فهاد لا سيزون دكتور ما تيكونش، ماشي أي واحد يقدر يشريه. كونسيرف؟ لا، طري. البارح
هذا ما بديته. انا باقي ما بغيت تقول لي هاد البنت هادي عندها 16 عام وتمشي تنتحر. اما تنتحر تكتب برا واحد الكتاب مزروطه باينه بحال شي كتاب شي راجل. ولا زيدنا عليك تا لو حتى الصبر تا هو كبير لو كذاك ماشي صبر. الله يمسك صحابي ماعرفتش اش غادي هذا الرابور هذا ما نكتبوش تري باقا قاصر وقيلا طلع فين غادي نحلو فيها. هادشي راه عادي ياك. السلام عليكم. السلام عليكم حليمه. جل عليا خديجه القابله وقول لها تجيب خيارها هذا ما يكون غير الوجع. واخا ايوا واش ترجعي تديني وما تنسيش خطيبك راه كيتسنى. لحقتي راه ديما كتخليه يتسنى. سيدي الوالا كيقولوا والله الا عطى لعبده ولد كيقولوا ها عوينك في الدنيا والا عطى بنت كيقول ليه ها عوينك في الدنيا. وزيدون اليوم ما بقى فرق ما بين البنت والولد كل شيء بحال بحال. شدي بنيتي بنيتك ونعل الشيطان الله يعطينا غير الصحة والصحة. بسم الله ايوا بنيتي
وشوك ولا وملكك. رفاشات يا عبد الحليم شو صار؟ كافي نوار نحسن من شادي حسن. فين وصلتي القابلة؟ كان خصني ضروري نحضر والله إلا أنت عارف كنش خصني نخلي خالتي بوحدة لون بلوس خصك تكون فرحان ربي عطاك امرأة عمرة بالإنسانية. وشنو اللي مخليني كنحماق عليك من غير الإنسانية؟ صافي صافي ما تسألن؟ ما تسألن صحتك الخير والربح. كده سلولة ده مزيان؟ مزيان ولدت واحد لبنيته فنة. عاوتاني بنت؟ كيفاش عاوتاني بنت؟ ما دارت زاد عنده الخدير مسكين. حرام عليك زيد كمل عليها مسكينة ما تتخيلش حالتها كيفاش كانت. كانت غد تسطامي شافت بنت ماتت بالخلعة قالت لي صافي هذه هي الأخرى ليا مع الراجل. ما فهمتش انا هاد الرجال كيفاش داير. وسافر حتى انا ربعه القهوه وربعه البنات ولا دابا ربعه القهوه باش كنتسنى فيه. دابا غير لي نفرض مثلا ربي عطاك غير البنيتات. مرحبا ولكن بشرط. اللي هو يكونوا كلهم كيشافوا لك. شوش هذا خالتي حتى من فضل الحمام ما اداها لي. انتي مالك هذاك وليدي واخا يشيو يطيحوا له الليام غادي يبقى غير ولدي الصغير. قولي لي بنيتي واش ما شفتيش بلي يوسف هاد الليام بحال مشطوم؟ ما قال لك ولو رشيد؟ ايش كنقول لك ما ديرش ليا هادي يا وليدي بقات غاودينا وحده. اش بغيتي رشيد يقول ليها؟ ها هو متبع غير الهضره ديال الافلام الهنديه بقى متبعها حتى انت. يوسف ها قول لي شتاك شي عندك في الفيستا؟ شتاك العشب؟ هذه بنت كتركل في الماء ما كتعرفش تعوم كتخوت عتقوني 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 كنسمع صوت راجل ما عرفت واش كيضحك ولا كيموت وهذا صوت اخر غريب ما فهمتوش. والبنت تركلات حتى عيات تركلات حتى عيات
دلات راسها طيح وقع السرير. حليمة كاس دماء معك زربي عشان الحال عاوتاني. وي دكتور مساء الخير. الانسبكتور يوسف معك. اسمح لي الا في اختك. الله يحفظك. قولي الله يعطيك الصحه ديك البنت اللي جبنا لكم الصباح. قلتي لي بان لقيتي الماء في الريه ديالها ياك. حللتيها كيف وتسناني انا نقولها لك؟ واخا غدا الصباح ان شاء الله نعول عليك. شكرا اخويا. في الحقيقه ما عرفتش كيفاش دازتني هذه. كل التشخيصات كتقول على ان غرقت في البحر. نون بيش كو جي با في غاف كان عليا نقلب الماء اللي جبت من الريه ديالها. وهذا الماء محلو وفيه نسبه ديال 7% ديال الكلور. ما ديال لي بيسين غرقت في البيسين ومن بعد طلعت في البحر وما عندهاش شي اثر ديال الضرب. ماشي غادي نقدا بحال معروضه. وقت اللي بديت كنشرف جيتي ليجي ترو ليجي ميم تو تي ترو ايفيدون. ميرسي دكتور. ميرسي. ماشي ديال قلت لك غنمشي ترونسميسيون وصيفط ميساج مع التصويره ديالها. يوسف لي زانديك عندكم فيهم العيالات؟ اه كاينه وحده راه كتخدم نيت مع رشيد. واحد البوبو ساعتي كيما نقولش لي قشرت انا. ما عمرك قلتي انا زينه كتلبس 46 رجلا. سميتها عباس موستاج. اه عندها تقبل الزين وصل والله يا الشيطان عدوي الله الشيطان الغالب اللي جلس معاكم هذه حظ نصله اتقبل الله الحاجه. شكون مولي هاد الجريمه؟ انا يا با رشيد باقي ما حطيت الدار ما كنحطوش طابلتي. والله الا سمح لي متاجر وبعد خطرات كنسى بلي حاسي يا وليدي الا مشى نور العين كيبقى نور القلب والبصيرة. الحمد لله. شو هاد؟ ما صافي رشيد راه كيحط الدار شويه والله جيب لي دافع علينا. شتي؟ عباس ديالك هاي شتي هاد البنت هكا هاد الزين هذا هو اللي في عباس. ما نجيبها. اه وي ما نكذبش هكا هاد لا مرتي هاد الجبالة. عباس داير بحال هكا سيدي وعندك الزهرة شاركوتي غادي نمشي نطلب لنا بهاد عباس. Alors, Pierre, le fait est sous les fers de cet oiseau de nuit. Je n'en sais rien, je n'avais jamais entendu parler de l'oiseau de nuit. Qu'est-ce qu'on est que t'as? Qu'est-ce qu'on est que t'as? Je serais dans la caume à la valide. C'est pas la chère. Ce serait bien. هاني شايفه ليك الفطور توافق يا المعكاز. اه الحاج الله يخليك ليك بشو عليك. ليزي ليزي يصبح حتي وليد. اه الحمد لله الحمد لله. شتك لابسه جلابيتك فين غاديه؟ ايه غادي ليهم ان شاء الله تمشي نزور هاجر. هاجر؟ هي اليتيمه اللي كاينه في الجمعيه السلام يمكنش نخليها بوحدها النهار. عاد ديتك عندهم السيمانه اللي فاتت. ايوا وليدي لا دابا عندنا عيد الميلاد. اجي بعدا انت ما نعسيش مزيان. سمعتك في الليل داخل خارج. ايوا خوي راسك وراح حاجه الله يقضيها الله ان شاء الله. حليمه واجده عاوتاني وليتي كتنسى يا وليدي. هي حليمه اليوم داير معاها نسابها غادي تغدى عندهم وجا الصباح رشيد بكري وداها. انا قلت لك لهم انتظر واحد نص ساعه قبل ما نفطر ندوش. لا نص ساعه الحاج. لا نص ساعه.
بحال الفريخات غزالاتي غزالاتي اجرك الله ان شاء الله يا وليدي في سبيل الله. عندك شيء عندك هنا وليدي؟ قطع لي الوالد الصالح نزورو ونترحم عليه. والمهم انت زعما عمرك ما تقتي في هذا الشيء، هذا الثقه ديالك في الله سبحانه وتعالى ومن غيره كذوب. سيدي ومولاي حنا ملكو بين يديه، له الشكر والحمد، حنا متايبين ليه وهو مولعكم. انت غير سير الله يتبت حسناتك، ولات نيا هاي مأمنة معنا. كن هاني كن هاني ولد نصبح وانا كنت سناك. سير الله ومسار سير الله الله يلقي الحباب. سبحان الله ديك العزيبة موعودة لله. امها قبل منها دها البحر في هاد الغار، هادي عامين تبحل هذاك النهار. جات هي وبنت عزيبة اسمها رحمة كتزاوج باغية الولد، نزلت للغار تعوم وتتبخر سعد دار البحر وخرقا اليماش وخلت بنتها يتيم ومصدوم. لا حاجة أنا الحاجة أنا معك. شكون هي ديك السيدة قبيلة؟ ما سولتينيش جينا نديرو هنا. هذيك البنت اللي ماتت غارقة كتسول عليها شكون هي؟ اسمها رحمة وهذه عامين باش جيت مات من أمها، كانت مسكينة جات مع أمها نزور وطلب الله يرزقها وليد سعد داها البحر مسكين. هي أمي متى ماتوا بزوج بالماء. الحاجة الحاجة شو يعني؟ Thank you.
شكرا بردوان. الله يبارك فيك. مهم كسير يكون عينك كلمة واحدة غدا ان شاء الله ختم يقطع عندك الدوسي ما حاضر كل شيء. ناول عليك. كلمة واحدة. تعطلت عليك المهمة. باك الحمد لله ان شاء الله ميسر. لا حلو ما راش الدنيا حجره ونبات هي غترجع لك دابا لا دابا ربع متراشين غادي نبقاو هذيك تاع اخرى ترد الصباح احياني وكان متزع متزع عطي بابا ضرب ماما عينيها وراسها حيت ولدت لينا بنية. اعوذ بالله سكتي يا ماما سكتي سكتي شحال تبريت فيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ديك تبريت منو شحال من مرة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فين هي ماما فين هي هنا نوضي نوضي بنيتي نوضي 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 دخلي نوضي نفيسة نوضي نوضي بالبرد نوضي حبيبة نوضي 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 تبريت فيه زعما تبريت فيه والله يهدي مخلوق الله ينعش الشيطان الله ينعش الشيطان الله ينعش الشيطان الله ينعش الشيطان وتحرم يا كل الوقت اللي واش كيقولوا فينا واش كيديروا فينا واه اربع في دقة واحدة ودت الاولى قلنا عطيت الله التانية قلنا ما كاين بس عزازين عليا البنات تولد لي انا ربعة اواه ايه ديالي يا ديالي واش كديرو فينا يعود ربطك المرة الاولى ياك وقلت لك ما بقيتيش تضرب مراتك دوي قلتي لي واخا المرة الثانية تبريت منك قلت لك شي نهار غادي نوريك شنو شي واحد صح منك يقدر يدير لك فهمتيني وبقى راك كتولد لي اربعه ديال البنات ربي اللي كيرزق البنات والولاد فهمتي فهمتي يا ميلود واش فهمتيني ولا لا طق صاحبي طق 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 طوبيس ضربني شي طوبيس طق وتطق راك كنعرف ميتاجا والله تضربك وطلق صاحبي صاحبي شحال تعذبت في حياتها هاد الرحمة هادي سيناريو واحد عيوم ماشي بحال بحال ما غرقات كتبوا مقدر ولكن هي شي واحد غرقها داك اللي غرقها خصو يدي كلاسيك كيريح شوية ميتاجا ها العرب ميتاجا والله ما باقي معاودة ميتاجا راه الشراب اللي كان كيديرها بيا انا مزوج لك ميتاجا راني توحشت وليداتي توحشت بنياتي ومراتي ميتاجا انا عرفت راسي بلي متعدي عرفت بلي انا ظالم ولكن والله ما باقي شتي الله يعطيني الشلال في هاد اليدين شتي هاد والله لا باقي قربت ليها ولا مسيتها ولا ضربتها انا مزوج فيك امي تاجا راني عارف كنت ظالم ومتعدي عارف ولكن جات توب على يديك امي تاجا ها العرب امي تاجا ها العرب نعيمه 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 الله يهديك نعيمه نعيمه تكلمي انا مزوج فيك اجي عندك انا وبناتك ولا الشراب ميلود اختار انا قطعت الشراب صافي الشراب ما بقيتش كنشرب انا عرفت راسي متعدى عليك انا ما بقيتش ما بقيت قطعت الشراب فين كنت ما بقيتش كنشرب انا مزوج فيك راه كنت كنتعدى عليك عرفت انا كنت متعدية انا ظالم امي متعدية ولكن اجي عندك شتي عم بابك زيدي قولي لي امي تاجا زيدي حليب زيدي باي زيدي باي
سامحيني عمرني ما بقيت عارف وحشتكم. خذ مني هذيك العدا، هذه هي المرأة اللي عزيزة عليك. المقرة كتبغي تساعد لي تاخدها تحمر وشهد لي هديها. السلام عليكم الضابط يوسف. مشرفين العباس، مشرفين مشرفين العباس. كيعرفها هذا هو المقدم ديال الدوار ديالو. الله يودي مسكينة. الله الله رحمة بنت كبور الصفايح. سبحان الله العظيم حتى هي مات غارقة. واك اش ديال الشفاء امها ماشي بزاف هذا باش مات وتا هي سبحان الله العظيم مات غارقة في البحر. والدرية رحمة كانت حاضرة عليها مسكينة من هذاك الشيء تاعها الصدمة. الدرية بقات مخوطرة. كتعرف دارهم؟ مشى بحال مشى لها شوية العقايل. قال لك كتعرف دارهم؟ أي أي كنعرف دارهم وغنديك. وقلت لك أسيدي بحال مشى لها شوية العقايل. والدرية سيدي ولات ما تسقي ما تقرب البيار. أوعدوها أوعدوها يا سيدي هو الماء والبهيمة تيقتلوا بالعطش. أو كملت ليها الطرحة الزغبقاق من اللي بوها سي كبور مشى سيدي تزوج بنت العوني وجابها للدار. واش غنقول لك؟ هو ماشي امراه وعافيه صافي ومات من مات منها مسكينه هذيك الدريه حمار حتى ذهبوها تخدم عند شي ناس في الدار البيضاء هذي عليمن هي هندورو عليمن دابا. ترى مقدم انا هنا كدا وعشرين سنه هادي الحجره نعرفها خت من فين على اليسر على اليسر هاك سيري واخا قلت زعما نبعدها من السطاع باش ترتاح ما يحسبليش ما يحسبليش مسكين دروك عاد سير تنقص سكيل وليا. ومن اللي قلت لك نزوجوا الدريه لخويا بشعيب قلتي لي لا خوك ما يليقش او درتينا طامعين لا فورت امها تقولي تحشمي. قولي يا سيدي واش كانت كتكتب وكتقرا؟ يا ويلي يا سيدي علاه تكتب وتقرا؟ الدريه كتبت عقلها صحيح ما بقى عاد تعرف تقرا وتكتب. والدريه مخاطره ما يكذب عليكم حد مخاطره بزاف وبعد المرات كتفوت الله يستر. كبور واش انت بيدك اللي ديتها الدار البيضاء؟ لا كاين واحد راجل اسمه ابراهيم مره كيجي لهنايا الدوار وكيبيع ويشري معنا في الدوار. هو كيشتي الشاف سي ابراهيم معروف عندنا في الدوار من بكري. واش غنقول لك رجل معقول دغري ومعدو غنيشان كيشتي في الدار البيضاء كيوصيو الناس على الخدامات او كيجي هنا للدوار كيدور ويتبرم ويبيع شويه ويشري مع الناس ويشوف الدريات اللي باغيات يخدموا وكيديهم معاه. عقد معاه سيدي خزنه مني ما علمت ما دريت تفقوا على برا خلانا سايرين وجدوا العرس ديال خويا بشعيب مع الدريه فرحانين او عطاها السمسار داها لي الدار البيضاء قالنا ما كاين ناس الدار اي الدار البيضاء عند الدرقه الدار البيضاء قلنا ما كاين باس نبغى خوالها يشوفوها هادشي اللي كاين والله وعلا. ياك عطيتك الفلوس اللي عطاوني نسيتي فاش ديتي هاد الدار البيضاء ديتيها له لدارو؟ لا دار معنا في واحد القهوه وسط المدينه. فاش مشيتي معاه السيده؟ خدينا طاكسي كبيره ولا صغيره يعني واش حمراء ولا بيضاء؟ قالك الطاكسي كي تموي الطاكسي اللي داكني شاهد كبيره صغيره حمراء خضراء حل ملخا تيكوني تحشمي
تاكسي فين وصلكم؟ دانا لواحد البلاصه فيها العمارات كبار ودخلنا عند واحد المراه كيقولوا ليها رقيه الكوافوره، مراه جيده ولاباس عليها. شفت بنتي رحمه طلعت معها ونزلت معها وبان ليا عجباتها ودارت معايا 16000 ريال في الشهر، واكله شاربه مكسيه. دابا تصبر معنا على الحاج وغادي تمشي باش تعرف على البنت ديالك. يلا يلا زيد شوف شوفك يلا يا بلاتي بلاتي تنمشي معاك باش جلاتي ونمشي معاك فضحتينا بغيت لك الفضيحه. انت مرا ولا جنين؟ هذاك ابراهيم خصنا نعرفوا شكون هو. اتبرقتي الغضيضي قلتي طف الدريا غا نحشران ها وليتي خازن 4000 راقد عليها طمع فين درتي شو هالك شوف هذاك السمسار ديالكم ديال ابراهيم. نعم الشيف. قول له راه محتاجين ليه. اكون انا الشيف اليوم نحبسك وانتي سير ادخل لدارك او قابلي ولادك كبوا الرقاد بشغله. اي قاد ما تحشمي من راجلك ما تخافي من المخزن. خو مراتي شنو سميتو هذا؟ ابو شعيب. ابو شعيب شعيب انا شفت اي واحد الشيخ كوامانجي في القهاوي ديال الشراب في الدار البيضاء واختو كانت مصدعاني باغاني نعطيه رحمه يتزوج بها وانا عرفتهم طامعين ليها الخدام ديال الارض وكانوا كيعتبروها هبيله وبغاو يضحكوا عليها. كفر بالله ما كيخافوا لا من ربي ولا من عبدو. عرف دار ديالو في كازا؟ لا لا ولكن بلاتي بلاتي راه عندي التليفون ديالو وكان عطاه ليا. الوي وي الوالده وي احنا خدامين مازال انا ورشيد. لا ما نقدروش نجيوها بصحه وراحه. اياه اليوم بالليل نجيو ان شاء الله. اياه حتى هو نجيب ولا لا احنا دبرناك على شي وقت. سلم عليها. سلم عليك الخير. يا الله صافي ان شاء الله وسلم لنا على ميلود ولا شي. سلام عليك. يا هاجر ما شفتهاش؟ وهو واش كوامان جينيت ولا غير البايجي؟ ماشي شي شيخ كبير كينشطو كان معاه شيخات زوينات. المهم النمرة ديالو عجبة الكليان ديال هاد الساعة. ياك ما قال لكم ما دخلنا شي حاجة. قول لي يا بشعيب نهار السبت السبت اللي فات ما بين 11 و1 الليل اش كنتي كدير وفين كنتي؟ كنت بشي بلاصة راه تلقاني عير في الخدمة إيه نتلف عليك تلقاني في الحفرة هاز الكمانجة وكنغني. ما كيطلع يغني حتى الرويد ما كيبقاوش يدورو. نبقاو على الاتصال. تشرب شي حاجة؟ كنشرب شي حاجة. سمعت أنك كنتي باغي تجوج بها ياك وبديتي كتوجد في كل شيء. أي أختي زهرة الله يهديها كانت تقول لي على المرحومة الله يرحمها ظريفة زوينة مريضة مسكينة الله يرحمها الله يرحمها دير فيها خير. قلت ما كاين واش كنديروا هذا الخير. ولكن اش غنقول لك هذا ما طلعتيش راجل. وي رشيد هذاك الشيء اللي بان لي حتى يلا ما تعطلش. قول لي يا بشعيب قالوا لي كتخدم ما بين 10 و 10 ونص كتمشي بحالك وكترجع مع 12 ونص تكمل خدمتك. معلوم على ما يدوزوا النوامر الاخرين. واش كدير ديك الوقيته الخاويه عندك؟ والو كنبقى في لاصال نقصر مع صحابي اللي كيدوروا معايا. اش تاتي كما قلتي لي قلتي لي كتبقى بالكمانجا حتى كتسالي خدمتك ياك. عصام وي شاف سي بشعيب يبقى معنا واحد شويه تيبدا يعرف اش تيقول. يلا سي بشعيب. ولا هادشي اللي كاين الشاف ولا هادشي اللي كاين. يلا سي بشعيب سير معاك. اربح اربح هالربحه ازعم تربح. 100 عندك 200 10 عندك 20 ازعم تربح. بلاتي احبس 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 ازعم تربح. بلاتي احبس احبس الربحه هي باينه خاصها شويه الزعامه.
100 عندك 200 ازعم تربح حيديها كريم ولا زعيم ولا مرضي الوالدين. انا سيد هربحة بالصحة والراحة المرة الجاية هربحة المرة الجاية الشري اجمع بوليس هيدا اليوم المرة الجاية الشريف صباح خير يا شيف. صباح خير. السلام عليكم. فطرتي ولا مازال؟ مازال على الله الشيف. حسولي كتبيع الوالدة طلعت في الراس. ما كرهناش شي بتي بان شوكولا ولا شي فوري. شي ميل فوي. ما كرهش الشيف. باقي نعرف باقي كاع ما فاطر والله ما فاطر. شوفي يا طرد الدراري رزق عمر شتك. قالت لي الوالدة رجعتي لداك الشيء ديال بالعمال الشيف. عفوا الله. والله وطح بين يدي. راه ما رحمتش ممكن على الحلال الشيخ والله الحلال توبه الشيخ عفا الله الشيخ توبه ابراهيم انت هنا تبارك الله عليك هذه هي فعيله الرجوله والله يا انت سي ابراهيم ملك دخل فيها طول وعرض شوف خلينا من دوك الطول ماشي عيب عليك تحشمني مع الكليان ديالي ودير نبايس مع الناس ولكن اسمعي ما اسم النبايس نخدم لك الدرية على ضمانتي ها؟ تاخذ 3 شهور تسبيق وتسند في حالك والدرية ما كتكملش مع الناس حتى شهر وتهرب لعندك وتخدمها في جهة أخرى شي ما واكلش لك فطرت للمرأة الزقها ولكن السي إبراهيم أنا راني جاي لعندك باش تديني عند المرأة نشوف بنتي شنو؟ هي زعما بغيتي تقول لي البنت ماشي عندك ولكن المرأة اللي خدمتها عيطات ليا كانت باغا تبغى خدم ما عرفت شنو دات ليها وهربات المرأة كانت غتعلم البوليس غير أنا اللي تسكت السلام عليكم صبر على بين ما شاف البوليس لا الرقية كاينة؟ كاينة سيدي مرحبا تفضلوا سيدي كلمنا رقية عافاك واخا سيدي مرحبا السي ابراهيم السي يوسف والسي رشيد موليس ياك لاباس لا كل خير للرقية كل خير تفضلوا سي وهذاك بول بوت ديالي اللي هربت راك عاقل عليه ايه لاباس عليك اسيدي ايوا سمحي لنا اللي جينا قدام معاك الله اودي السي ابراهيم ما توصلش للبوليس كاع البنت مراهقة وما عندها عقل شافت كسوة صباط عجبوها ماشي شي حاجة كبيرة ويلي استغفر الله العظيم الحشمة شوف السيدي انا مسامحه وحتى التسبيق اللي عطيتو لهذا الراجل الله يهنيه به قولي لي مدام القيام وقتاش اخر مره شفتي البنت يلا جابها لي السي ابراهيم ما كامل الشهر والحق لله البنت سكوتيه ونقيه وظريفه ولي قلتها لي تديرها دخلت لي في قلبي قلت نزيدها تعلم لاكوافيو عندي في الصالون الساعه نهار السبت خرجات مع ديك السبعه ما رجعتش ما خلينا فين قلبنا عليها لا تكون زعما خرجات وتلفات مني ما لقيناش رزمتها اللي فيها حويجها عرفناها هربات جيت حتى انا نقلب في حويجاتي لقيتها هزات ليا كسوه كحله وضوغي بطالون صافي يا بنتي شكرا سير قابلي شغالك علاش انت ما ديكلاريتيش بالبوليس ملي البنت هربت وا سيدي انا اتصلت بالسي ابراهيم وخبرتو وقلت ليه بلي غادي نعلم البوليس ماشي على ود السرقه ولكن غير باش نحيد عليه المسؤوليه طلب مني نتمهل على ما يشوف مع باها ايوا تبهيت مع سد الصالون كنعاود ليه في الديكور ودابا لقيتوها
قولي مدام رقية، شكون اللي تعيش معك في الدار؟ علاش هاد الأسئلة كلها؟ شكون بحال اللي كتحقوا معايا؟ اش كاين؟ لقينا البنت لايحة البحر غرقانة. اويلي دابا الله يخليك قولي لي مع من عايشة في الدار هادي؟ سيدي مات راجلي وما خلى لي ولاد، كتعيش معايا غير زينب البنيه اللي حلات لكم الباب. الله عليها مسكينه، الله البركه في راسكم اسيدي. ايوا قدر الله، الله يرحمها مسكينه. كوني حساب لي غير طرا ليها هذا الشيء، كون كتفتها بالحبال وما خلاهاش تهرب. واخا لا ان شاء الله ملي غنحتاجو لك نعيطو لك. شكرا. صافي سيدي غاديين ونشرب حتى حاجه مره اخرى ان شاء الله. بسم الله الرقية، اسمحي لنا على الدرج. الله يصلح، كتشبه ليا ياك. الله يربي حضرك وليدي. قولي بسم الله. بسم الله. عرفتي الا جيتو عليا ما تسميوهاش، هيك هي الرابعه، اعطيوها غير نمره 00 كار. انا بعدا نسميها على امك. ها الله يا ودي، انا ام ياك الاولى سميتي على امك، والثانيه على سميت امي، والثالثه على سميت جدك، ودابا على شحال من مره عندي. غادي نسميها تاجه على امي تاجه. وإلا كانت أمي تاجة ما عندي ما نقول، هذا كلام معقول. ها أنت يا أمي تاجة، أنا قبلك هادش. شعيب الكوامانجي مالو ظريف وترانكيل، خصو يقصر وشعر. سمعت باللي طرتو عليه؟ انا اللي كنسول. انا نهار السبت ما بين 11 والوحده د الليل فين كان؟ السبت اللي فات خرج مع 10:30 وما رجع حتى للوحده، وطلع ديريكت للخشابه وطلبني ما نقولها لحد باش الباترون ما يسقش الخبار. وفين كان؟ ما قالش ليا غير من اللي رجع كان عرقان وكيلات وما شاربش بزاف كيف العاده. الشهاده هذه اول مره كيديرها، عمره ما زق من الخدمه. هادشي اللي كاين الشاف. تلاح بعيد عليا الحال. تلاح وسط الورق بعيد عليا الحال. غنبقاو هنا حل عينك مزيان. قال لي عبد السلام زيدو باقي ديالنا باقي. يلا بسلام عليك. شوي عليك.
والله الشاب وقت خرج ديك الليله كيت عارف الخدمه ديالي وحق لا اله الا الله. شوف بلا ما تقطريك عليا، عندي لي بروف بلي نهار السبت ما بين العشرة والوحدة د الليل ما كنتيش في الخدمة. ها؟ مشيتي للسبيطار الرحمة حيت ما بغاتش تتزوج بك. وقال عيسى هبطوا لعبوا الفازار شوية لتحت. نعم. لا لا الشاف لتحت لا. أنا غنقول لك اللي كاين. قول. دوي. بصح نيت كنت خارج ديك الليله سعيد صاحبي عزيز عليا وعزيز علي عشير اش نقول لك بحال الكمال جا قاسم انا وياه عيط عليا كان مريض ما يخدم قال لي جيب لاسني شوف كي دير عندنا كليان مهمين في داك الكباري شفت عيط ما بقيت ما ندير بليزير خصني نديرو بدون علم الباترون ديالي. وعلاش هادشي ما قلتيش من الاول؟ علاش بركيت طريبلي فيا من الاول؟ علاش؟ ها؟ دابا انا واخا نبغي نطيقك ما نقدرش. حيت بان فيك العيب با بشعيب. اجي لك. عرضك عرضك. المهنة فنان. زوينة. جلس جلس يا فنان. هذا وصعبنا والله يا قول لنا الفنان فين هي المكانه ديال الذهب اللي طيرتي مكانه ديال الذهب اين مكانه والله الشاب ما عارف علاش كتكلم وما عارفش راه شي حتى علاش انا هنا ياك ما غلطنا في صاحبنا انا بالي راه بحال اللي كيقول الحق لا لا هذا هو صاحب دعوتنا سعيد الكوامنجي اللي خدام مع الشيخات في الكباري ديال الاهرام راه غير تيدير تبهنا وسريق العواد فين هي المكانه وشكون هو الشريك ديالك شي واحد في الرسم جاوب ناري والله الشاب ما انا انا هو سعيد كوماجي ولكن وحق الرب المعبود ما ديت شي حاجه انا خدام على كل شيء ديال خوتي تما هلا عارف لما غير شوفوا شكون مول هاد الفعله انا راه عمرني ما تشديت حتى على لاكارت ما تخافش ما تخافش دابا عرفتي شنو انت دابا غتفكر مزيان مع ما كنتي جالس نهار السبت في الكباري انت نهار السبت ايه نهار السبت مع ما كنتي جالس واخا الشاف نهار السبت كنت مريض وباقي هانت كتشوف جيت معكم من الفراش حيت مع كنخرج سخون من الخدمه في البرد ديال الصباح بكري وشدني لا غريب ولكن نهار السبت بالليل الشيخات كانوا خدامات وكيفاش انت كنت مريض ونعس في الدار انا راه عيطت لواحد الكوامنجي صاحبي هو اللي بلاصاني ولا ما تيقتونيش تقدروا تسولوه اسمه بشعيب وخدام في الكباري اللي حدانا مسكين هو اللي يدير بانا القضيه وخدم في بلاصتي خزنه من الباترون ديالو حيت كون ساقري الخبر يجري عليه من الخدمه عافاك كتب لنا سميتات صاحبك هذا والعنوان ديالو هو خا الشاف هانا الشاف نوصي في حالك هو خا الشاف تعجيل هنا سيتي لاكارت الله يرحم والديك عجيل هنا على الباب من هنا واخا الشاف شويه ونموت لينا وسير خرج داك بوشعيب وورك عليه باش ما يقيش راجل اختو راك يتحب والديك لربي كون هنا الشاف راه طرد عليه راسو لتحت عجيل هنا على الباب ممتازة بنتي طاحت ليا في الدرونج مع فسامي كاينة دخل هذاك بوك ولا بو برايس لقيتي عليه شي حاجة لقيت واحد وانه في الحبس دابا كونسيير جابو اسف طلع يسمي يمشي يجيبو بقية ساكنة قضية في العمارة
مرة تيجي عند البنات باش تخدرهم. تيجي عندها ما تيجيوهاش الناس بزاف، كتضل خارجة وتتعطل بزاف الليل، وداكشي اللي جاب ليها كلام الناس. اين الناس؟ السكن ديال العمارة، وبالأكثرية واحد المريض ساكن في ريد سوسي. هذاك اللي كان باغي يدق كركات الصباح، مالو معاك؟ والو ودي الشريف، مريض بعقلو، هربات ليه المرأة ودحت ليه البنت، وفاش كملات ليه حتى البنت هي خرجت ليها البنت. خلينا من دخينا دابا وعودنا على رقية واللي ساكنين معاها. أسيدي ما كيسكن عندها حد من غير خدامات ومراد وواحد. شكون هاد مراد وشكون هاد واحد؟ واش مراد غير واحد؟ مراد بوحدو خدام عندها من مقابل ليها الصالون ومنو شيفو وكل شيء. الحق ما كيسكنش معاها، كيف صلاها هي والدرية ديولها. الدرية ديولها؟ شتك هضر على بزاف، حنا كنعرفو عندها غير وحدة دابا، ولكن ديما تيكونو عندها جوجات، وماشي بزاف هادي باش كانت عندها شي وحدة وهربات ليها. هربات؟ علاش ما كتخلصهمش كتضربهم كتكرفس عليهم؟ بالعكس كتهلا فيهم مزيان وكتخلصهم مزيان وكتلبسهم وكتقادهم وتتديهم للصالون عندها يصابوا شعرهم. وهي لاباس عليها؟ كتقوم معاك شي شويه؟ الصراحه ما مقصراش، وتيقولوا هي باللي قولي السيده اللي هربات، باش عرفتي هربات؟ نهار الحد اللي فات صبحوا تيقلبوا عليها يحسب ليهم تلفات وهي هربات. كي دايرو؟ زوينه بحال كاع الدقيات اللي تجي بقيه. لا كي دايره في الاخلاق ديالها؟ واش مرزنه معقله اولا فريفره؟ خدمات اول مره عند كي دايره في الاخلاق ديالها؟ اخلاقها اخلاقها سيدي حسن، على حسن ما شفت انا. وهذاك بوبريس اللي ساكن عندكم في العماره، واش سميتو بوبريس ولا نتوما مسمين عليه؟ انا سيدي ما كنعرف حتى شي بوبريس، 20 سنه هادي وانا خدام كونسيرج في هاد العماره، ما عمري ديما سمعت هاد الاسم. اخر حاجه الو وي توتشي شي تخليت مع السيد. وي يوسف تفضل تفضل. عرفت هاد السيدة ياك رقية؟ اييه. المهم رجعت تديكلاري بالخدامة الثانية ديالها حتى هي كتخرج وكتغدر. شكون هي اللي خدمت اللي حلتنا الباب في جينا عندك؟ اييه سيدي زينب، خرجت اليوم في الصباح للمارشي ما تسني حتى عيت باش ترجع، ملي ما جات قلت لجينا عندكم حيد عليا المسؤوليه. هادشي ولا كيخلع سيدي، واش هادي الثانيه في الخدامه اللي كتغدر في سيمانه وحده؟ ما كدبش عليك سعاده الكوميسير، انا وليت خايفه على راسي. لا ما عندكش تخاف يا لاله، راه حنا كاينين هنا. قول لي ما عندك شي مشكل مع شي حد؟ شي عداوه ولا شي حد تشكي فيه ولا؟ لا سيدي ما كنشك حتى في شي واحد، وما عندي عداوه مع حتى شي واحد، واخا حتى واحد جارنا ماشي هو هذاك، ولكن لا لا ما نظنش توصل به خطر بنات الناس. هذاك بوب الرايش ولا بوبكر؟ بغيتي تقول بوبكر؟ سميتو بوبكر، ساكن في السفلي وديما جات الصداع، كيعاير ما في الطلعه وفي النزله وما كيحيش من باب العماره، ما عرفنا حماق ولا مالو، وما كنتهناو منو سيدي حتى كيمشي لخدمتو. وشنو كيدير هذا في الدنيا؟ شناهي خدمتو؟ كيخدم سيدي في لابيسين اولمبيك، وباين عنده شي بوست مزيان حيت هو بكري كان شامبيون في السباحه. داكوغ. المهم يوسف الله يعطيك التغدوه وغتسنتو ليها وديرو لها المحضر، وحنا راه غنديرو خدمتنا وما غيكون غير خير ان شاء الله. بارك الله فيك. ما كاين مشكل. شكرا. سلام عليك. يوسف خليك معايا. واخا انا جاي. يوسف سا دوفيان سيريو، البنت الثانيه اللي كتغبر في نص السيمانه حل عينك، كثر ليا العسى في هذاك الكارتي 24/24، وهذاك اللي تيخدم في لابيسين ولا هذا بغيت تعرف عليه كل شيء، فين تيمشي ومع من تيجي وشكون صحابو وشنو تيدير ديك الخدمه، بغيت تعرف عليه كل شيء. داكا والله يرضي عليك على هذه المشكله هذا. شكون سو توا؟ واخا يلا الحمد لله ولات لاباس بجهد الله بارك تما تعالى. بنيتي حاجة الله يقضيها الله.
وربي هو الشافي والعافي، احنا غير سباب. الحمد لله. تهلا يبنيتك. وعليكم السلام، فين غادي نتسيدي؟ بوليس. تشرف فينا سيدي. واحد بوكر خدام هنا؟ شكون فيهم سيدي؟ كاينين جوج. بوكر الشامبيون ديال السباحة. قول لي السي الرئيس. نعم؟ راه في البيسين الكبير. اش قلت سي الرئيس؟ السي الرئيس وي. كتقولوا له بوكر الرئيس ياك؟ وي. مزيان. شنو خدمتو هنا بالضبط هو؟ وهو شيف دونتروتيان منو المدير. شكون عنده السوار ديال الدنيا هذي كاملة؟ كل سيرفيس عنده السوارت ديالو، بالحق سيرفيس عنده السوارت كاملين. نعم السوارت كاملين جمعهم مزيان. هو دابا الوقت الخدمه ديالو امتى؟ اول واحد كيدخل تقريبا للسيرفيس واخر واحد كيخرج، والبيو ديالو الفوق. هو دابا راه كيتريني في غران باسا كيف العاده بحال هذا الوقت. على هذا الوقت ملي كيكون بحال هذا الوقت عاد كيتريني. هو عاد توكل. عيط لنا عليه قول له حنا نتسناو بزاف. سير عيط عليه. اوكي. راه دخينا وقتها جابها في الاوردر. بوبكر الرئيس. بوب رئيس. واش بان لك انت؟ يلا نتسنى. السر ديال اللاح والبحر. بد بوبكر علاش قد؟ نيفو روكا. تبارك الله عليك مازال شاد. وكانوا خاصهم يسميوك بوملوس ماشي بوبريس. بوليس. مازال باقي عاقل ياك. واش عقلت عليا؟ قلت لك واش عقلت عليا؟ نهار اللي بسقسي على هذيك البنت الصغيرة زعما ما حشمتيش راجل بحال هكا تبارك الله عريض وطويل يسقى على بنت صغيرة بحال هكاك ماك معاها شحال هذي ما شتيها قول لي كتبقى بزاف بالليل في هاد البلاصة هادي شراب الكوان بان ليا كال ديال القصير دابا انت متر ماجور هنا ياك يعني كتعلم البنيات الصغار يعوموا يمكن كدير لهم حتى دروس خاصه بالليل ياك زعما بغى يقول لك واش ما كتزيدش السوايع للدريات بالليل ملي ما كيبقى حتى شي حد هنا وكتبقى بوحدك توريهم داكشي ديال السباحة ديال على الظهر على الصدر الفراشات انت كيبقى عندك السوارت انا خوك لامنا جاوبنا مالو كيتفش ويتنفخ هذا نقدر نمشي بحالي راه خصني نسد باش نمشي للدار غنمشي فحالو نوصلو سيدي حتى لدارو الا ما كان فيها حتى شي مانع ما سخيناش بيك السي بوبريس تفضل تفضل ساكن فيها وجوج خدامين عند رقيه
واحد من دوك جوج ديال البنات هي زينب اللي بصقتي عليها هذيك النهار فقط عقل واخا سيدي واخا سيدي ما عاجبكش نهضر على الدريات ديال العقية نهضروا على بنتك عزيزة ما عندي بنات بنتي مات الله أكبر ولكن على حساب العلم ديالنا بنتك جريتي عليها أبقوا عندي بنات واخا سيدي لنفرض ما بقى عندك بنات ولا كانت عندك شي بنت وماتت الله يرحمها هادوك جوج بنات اللي خبروا فين مشاو جاوب السي هذاك زعما هادي بيك شامبيون ورياضي والشامبيون كيعترف حتى بالهزيمة لا ولا لا يا لما فراسكش السيد راه هربت عليه المدام ومشات مع واحد بوغوس اوه المدام هربت عليه البنت جرى عليها واه سي نورمال يكون معقد من العيالات هو ولا لا السيد وسيم ما هي صفتي عليها بطانة اتوي اون سيري بارب البلو معنا هنا دابا حنا من قبيله وحنا كنطاطرو وكنضيعو الحجرة وانت ما باغاش تهضر ياك وقرب لك كتقبلني وما تحطش يدك عليا شنو بغيتي نقول لك بلي قتلت بنتي هي قتلت بنتي قتلت بنتي وقتلت حتى دوك الخدامات بجوج وغادي نقتل حتى القيان تحت لي الظروف قرب دابا قرب ارتاح مع راسك اجلس شدوا الرادار مع الدورة عايز انا مصطفى جدي مصطفى انا كاس ديال الويزا اللي عزيز عليك اللي داقو يموت واللي ما داقوش يموت شدينا حنايا راه ما فيش البرص الراجل ممكن ما
كل مرة اعترف واعترف على حتى بنته ها هي تاهي في تصويرها تاهي راقلة. بابا الله يخليك معز عليك ما غادي تخليني نمشي بدلي واش سجد من السما الله يرحم ليك والديك رانا بنتك ما عنديش من غيرك طالع بابا غير هاد الليل عافاك بابا سيري عند هذوك اللي داروا لك هاد الفضيحات وما يتفاتي عندهم انا ما عنديش وطي لهنا فهمتي ولكن قالوا سيادنا الوالا اقلب البرمة على فمها تخرج البنت شبال امها لب فاسدة البنت اش غتكون فاسدة اكثر منها ولي يطلع نهار تحطي رجليك عندي هنا هذيك هي الخرب حيت قوي العدو بالله بابا 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 دابا حنا كنتفلاو ها هذه الرابعه في حفاري ما كلمتش حتى وانا تحتر تفلع علينا الحمد لله ما عقلتش اش من الشجرات فين تحتها وزيدون راه الغابة تبدلات عليا تبدلات عليك؟ رخاف عليه رخاف شوف ابو بكر راه غتفكر بشوية عليك وغادي تقلب شوية عليك سينو راه خدمتنا هي هادي راه مبقاو معاك من هنا حتى الصباح فهمتي زيدو حفر حتى هو راه بقى غير هو اللي ما حفرش الوي نعم حتخلو بحال كفا داك راه ما بقى ما يدار لي تصدع لكم هذيك بنتو اللي قال لي نقتلها هي معايا دابا معايا عزيزة يلا نتلاقاو في البيرو واخا سيدي وقف داك الحفير وقف نوريك الجوتا تبارك الله عليها زوينة كتشبه لك شنو سميتها؟ لا راه وليد وسميته أبو بكر نقول بسم الله وكل ما هي بسم الله تشركوا الطعام أعطيتي اسمي الوالد توحشتي هيك مازال عزيز عليك على كاين شي واحد ما كيبغيش والو شويه بابا تعرفوا كنعرفوا كتوجدي الباك من اللي ولدت درت باك عزيزة أخليك مع السيوش صباح الدقيقة تشوف لالا تجربني لك واخا مرحبا أمي تاج نهار كبير هذا أمينة عزيزه لاباس عليك الحمد لله علينا هذه ما جيتي عندنا الوقت عزيزه واش كانت شي عداوه ما بين باك ورقيه جارتكم هي سبب المشكل اللي انت طايحه فيه ياك دوزتي بينا شوية الوقت ياك عرفتي شحال واحد كيتعاقب على هادشي اللي درتي كيفك كيفك ما
ماشي شغلك. سير الله يهنيك. انا ما قتلت حد، ما عمرني ما كنت قتال. هاد هو برايس راه كيتريكل علينا. بنت نقولوا ما كاين حتى شي مشكل نهائيا، ولكن رحمه وزينب السيد كاع لي بروف مجموع عليه، خدام في لابيسين، معقد من العيالات ما تيتعاملش معاهم، زيد على هادشي كامل ديك رقيه الكوافوره اللي خرجت ليه على بنته، يعني سقسي خان اللي سخسخني في الغابه وردنا بحال القروضه جالس كيشطح فينا هي اللي بقات فيا هذيك كاع. هذيك رقيه اللي هضرتي عليها دابا مالنا مخلينا في تيسع، مور هاد الشيفور ديالها غادي نقدر نروح حتى جولو، غادي نفعلها مزيان. الدرب كله محضي 24 ساعه على 24 ساعه. حضر لي هذاك مراد فين ما كان. غندمص غندمص طيابه، غندمص طياب انا قطع ناري قطع يطم الليل وحال يديك انت مالك ناري انا ما من هنا ديما شي تخش حتى لعب البوي تلعب ندير لعب تقول لي ما تمريح الضمونه تخرجي من الصالون لا كون جد خاطرونا كتعاود في الديكور داكشي راك عارف واش ياك ما نوضتي شي حاجه عاودتني وصيفط هذاك الباترون ريفولي عارفك حياه لا صاحبي ماشي هكا عرفتي شنو بمراد عرفتي وجاد عاودتني في شي رجع لميلانو هاي هاي ولا صاحبي واش البارح شي واحد الدريه ديزل مع الوالده ديالو الدريه خويا شتي ديزل مع الوالده ديالك جينا من الحمام ومالا انا قلت اخوت بغيت نتزوج بلا اخبار ما نعشمو بيك ولا شي حاجه رجال ما زك هذاك السبي زك هذاك السبا قول لنا اخو كلشي على حساب العماريه الدقيقه لا عجب لا حق الخاطر هذيك بنت خالتي تشوفوا لي حش مريضه هادشي اللي كاين راه كاين لا جواج لا والو يا ولدي لا لا دراري ضرب بلا قرطاس قرطاس خلينا رجال كل راجل قديمة تم خسرنا الطاش قديمة تم قديمة هذه صافي يا صاحبي هادشي كتحكي هادي ما صداع 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 ما لعبنا والو صافي ها برد يا صاحبي انت ديما بحال انت خسرتي من الطاش ها هو انت خسرنا الطاش خاسر راه هو اللي خاسر اش ديما صاحبي اش ديما ما قلت لي والو عجبتني اوف شافي الله ديت من هنا ملي دخلت لدارها ما خرجت ردوني حسين ردوني حسين وي رشيد كيفاش قلب عليهم الكراسي شكون هي بنت خالتو عرفتي تبعوني نجي صافي نجي حلقتك واخا نمشي دريس بوليس السلام عليكم وعليكم السلام انت هو مراد هو هذا انت اللي خدام عند رقية الكوفر سير جيب ديك البنت اللي مخبيه عندك زينب الخدامه ديالها
الطبيب اللي مخبي عندك. ما كاين حتى شي بنت جات الجزائر صاحبي. بلا ما نشوهوك في دربكم بلا تلعبها تجي الدري وش بلا ندخلو نديرو شغل على النبي يدينا. يلا اطلق راسك يلا رول دريس نشوف لها فك نسول بسو وشد العمارية يلا خير شنو مانا نتفرقوا عليك دريس نتلقاو في السنترال وزين لاش ديتي عندك الدار رقية اللي قتلك لا الشاف انا زين بديتي عندي الدار باش نخبيها على رقية وبطالة الشاروخان ما كاين لا بطالة ولا الشاف رقية كتشد الدريات كتكرفس عليهم كتدبر الصرف على ظهرهم راك عارف انا زين كنبغيها وبغيتها للحلال بغيت نتزوج بها بارك الله يا كروميو ورحمة رحمة شكون رحمة واد هنا رجع عاوتاني من زيرو رحمة الخدامة اللي ماتت ما تقولش لي زين ما عاودتش لك شنو قصة ما يمكنش واخا شوف انا غادي نجيكم دابا من الاخر داكشي تحلى اللي بغيت يلا انا كنسمع راه كنصوب راه مالي والو في هادشي كامل ايه قول ما رسبش ماشي العشرة د الليل ديت رقية ورحمل عند بوب رايس واحد الكليان راه عند الدار في عندي الحمقى علاش كتبكي راه كلنا دزنا من هنا الحاج اللي غادي عنده دابا راجل كبير كيبغي غير يضحك وصافي وي ما نعاودش ليك في الغدا بعدا فيلا بحال القصر ما تسخيش تخرجي منها والحاج راجل صحي لاباس عليه الا عرفتي لي غتاكلي منه الشعب واللي جريتيها منه حلال عليك ايوا واش بغيتي اكثر من هذا الشيء يلا مسحي عليا هاد الدموع صافي وصلنا مراد نزلها يلا 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 وطلق راسك خلاص ديجا الدار ومشي تضرب دورة في لاكوط كيما العاده ماشي جوج ولا ثلاثه ديال الليل عيطت لي رقية مشيت هزيتها ورجعنا عند بوب رايس ويلي هي الحاجه اش درتي اش هاد الفعله درتي ما كان عارف شنو عيطوا على البوليس عيطوا على البوليس اش من البوليس صافي ثبت مراد نزل اخويا نزل شوف واش باقي جبدها باقي قلت لي تلحج بدات لحج جبدتها وجبدتها حيه كتركل سخفانه كانت مات الله يرحمها من بعد جات عندي رقية قلت لي يلا لوحوا الدريه في البحر ولي عاونتها باش نلوحها في البحر غدير لي العمليه للوالده عندي الوالده مسكينه راه مرضه بالقلب الله يسمح لنا من الوالدين كمل درناها في الكوفر ومشينا للعمق عجيب فاش درتيوها في خمسه ما درناها في والو حطيناها في كوفر هكاك خرجتيوها من الدار ما جابكم حتى شي حد غدا في الدار لا الشاف يا عساس بوب رايس باش كيبغي يقصر كيعطيك موجي الخدامه ديالو كاملين ولكن العساس كان العساس كان على برا مدخل الطوموبيل حتى لداخل حتى للكراج ياك درنا في الكورس ديال خرجنا العساس راه ما دمج نعرف حسن وصلنا للعمق
هنا في البحر نديروا لواحد البرا في الصاك كما كنا نسينا صندلاتها في الفيلا رقيح هذا تصبط واحد الطاش وتما زعما باش نتوما تقولوا راه تحرات ما تحرات. هذه البريه ديالك انت اللي كتبتيها باش واحد هذا هو صبط رقيش كانت لابسه وصلت وحطات وحدها باش وهي اللي قالت لك كتب ديك البرا ولا زعما باش هي قالت لي كتب لها البرا وداك الشيء زعما باش نقول راه الدريه انتحرات بغات تنتحر بغات تنتحر درنا البرا في الصاب شي كله باش تعتق امك باش كمل. دازت واحد يومين بغيت عيط ديال رقيه قالت لي عيط لبوبريز قول عطيك جوج المليون وغاتمشي تعاود كل شيء للبوليس داك الشيء اللي درت عيطت ليه ولكن راه ما شديت له فلوس. مال التليفون ديال بوبريس مثلا عندك؟ كاين اشنو؟ جبدها عندي البورطابل. اسمعني اش نقول لك؟ غادي تعيطوا دابا. شكون؟ اشكون؟ شنو كاين؟ نعم السي الحاج انا جاي السي الحاج. عيطت السي الحاج؟ سمعت الباب تحل شكون اللي جا؟ لا ما جا حد الحاج. واش انا كنكذب عليك؟ انا ما عمرني كذبت عليك السي الحاج. ما كتسمعش انت سير حل الباب. اه واخا الحاج واخا. عاد جايه يا وجه الخساره خرجتي عليا. تبت الحاج تبت. شوف شديك تحرميه ديالك انا حافظها. المره الاولى عطيتي للسخار ديالك يعيط ليا وقال لي بغيت جوج د المليون وانا عيطت للبوليس وانتي اللي جيتي ديتيهم باش تسكتيه متفقه معاه عليا ودايرين عصابه غير دابا عاوتاني غير دابا اتصل بيا قال لك بغى 6 د المليون من دابا عيط لك اش كتخرف السخار ديالك زعما ما في خباركش شاد البوليس انت اللي كتخلعوني به انا غادي نعيط ليهم دابا مراد طلب لك 6 ديال المليون هاي 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 مزيانه وليدي علمناك السعايه سبقتينا للديور الكبار شوف الحاج برد وضرب لك شي كاس واجي نتفاهموا ياك دابا هو قال لك غادي يجي لهنا باش ياخذ الفلوس وديك الساعه غادي يبان لك كلشي انا ما عندي ما نتفاهم معاك غنعيطوا للبوليس دابا ونفرقعوا هاد اللحى واش انا دابا في البرهوش اللي ولا باغي يشطح ليا وها ظهري ولا فيك انت ياك ما سكرتي الحاج غادي تخلعني انا بالبوليس هاك عيط ليهم اش غادي تقول ليهم بلا قتلتي البنت في لابيسين ما قتلتهاش صرفختها وبقات كتحرك طاحت في الماء بوحدها وما كنعرفش انا باش نعتقها وزادوا كنت سكران وكلشي داز بالزربه وعييت معاك تعيطي على البوليس عييت معاك عييت ايوا كنتي تعيط ليهم هما الاولين اسيدي علاش عيطتي ليا انا كون ما كنتي باغيني نفكك وفكيتك لحت البنت في البحر وزورت القضية انتحار ودابا هاد التقصقيص ديالك هو اللي غادي يفرش لينا كلشي شوف براد وغادي نحلو كاع المشاكل السلام عليكم شكون بوليس الحاج قريت من جيتو منين من الباب شنو كاين جابكم الله جابكم الله فجيتو في الوقت المناسب راه سمعتو كلشي هو اللي قتل انا ما درت والو شوف اسيدي والله ما قتلتها راه ما كنعرفش نعوم كون عتقتها ما كتعرفش تعوم وعاد داك لابيسين قد الخلا فول كيتعطى اللي ما عنده دراس انت شوف اشرح انت اللي اشرحي بسيدي هو اللي قتل انا ما درت والو لا 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 حتى اللي بسيدي نوض تعلم تعوم نوض نوض بسيدي نوض منين دخلتو ما كاينش زيدو نور كمل انا سيرو ما كاينش اللي قتلها قدادي ها هي انت اللي قتلتيها انت اللي واش خرجي عليا خرجي عليا السي مبكر دير في الله صباح الخير دير في الله مرحبا ودي في الله السي مبكر راه كاين واحد البنيه سميتها عزيزه وعلاش سميتها عزيزه حيت عزيزه عليك هي بنتك طرف ندمك ولحمك ها
هاد البنت كيف ما كان الحال كون ما كانش عندها تربيه حسنه ما كانش غادي تشد وليدها. كيف ما كان الحال لان تربت في الحنان وعطيتيها الحنان وضحيتي. سمحي لي على انت راكي بعرفها والو. انا مكتوب عليا نحط راسي في التراب وندل وعمرني ما نهز راسي 16 عام وانا كنربي. داكشي اللي خلات فيا امها كملته هي 16 عام وانا ضربتها مارة. في الاخر انا لا كتقولي جايبه ليا كرش حرامي من الزنقه بغيتيني ربي حرامي في داري. سي بكر سي بكر راه بنات دارهم هما اللي كيوقعوا وهما اللي كيحصلوا. بغيت نقول لك السي بكر ما انت الاول ما انت الاخر وهذا الشيء راه كاين قديم الزمان. وهاد البنت هادي خصك تعرف بان راه هي ضحيه للمجتمع ضحيه ديال الغلطه ديال بنيه اللي ما عرفاش الدنيا تلعب بها. السي بكر هذاك الوليد خصك تعرف بان الله تعالى كيخلق ما يشاء متى يشاء كيف ما يشاء. السي بكر داك الوليد لحمك دمك. تصور السي بكر هذاك الوليد ديالك يمشي يتلاح وكل لحتو هاد البنت هادي كل ما عندهاش تربيه وتلوحو في الزبل وياكلوه الحيوانات غادي تكون قلبك غادي 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 يرحمك. واحد نهار غتسوق الخبر سوق الخبر. ايوا ام حسن ديالي لا كله معقول كله معقول كله معقول ولكن انا بشر بشر انا بشر. شوف انت بشر السي بكر وقبل كل شيء وبعد كل شيء انت اب كيف ما انا ام. حتى انا راني ام وكنحس بك اش كتقول. راني بنت هذا المجتمع راني كبره في هذا المجتمع راه كيف ما كان الحال راه اللي وقع لك يقدر يوقع لي لا تضمش بلي انت بوحدك. شكون يرحمني انا شكون اللي غيرحمني انا؟ السي بكر كي الله تعالى ما عرفت هذا الوليد هذا اشنو غادي يخرج فيه. بغيتك تشوف فيا السي بكر شوف فيا بغيتك ندير يدك على قلبك وتسول راسك لو كنت انا اشنو غادي نبغي لراسي؟ انت السي بكر هو داك الوليد اللي هو ولد بنتك. حضر عقلك وحضر ضميرك راه اليوم الدنيا وغدا الاخر. ونعم بالله جات على خاطرك انا لا بغيت نبقى بوحدي. من حقك السي بكر من حقك انا عارفه بلي الصدمه قويه عليك السي بكر وانا غادي نمشي وسمح لي نسلم عليك كيف غادي تسلم عليك مهمتك ونخليك ترتاح وفكر مع راسك بيكون غير الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم الله فتح ورزق. لا تاجع راني شفتو هضرت معاه وحسيت بلي شي حاجه في قلبو تحركت ولكن الصدمه قويه عليه. خلوا لي شويه ديال الوقت الله تعالى غادي يصاوب من عنده ان شاء الله. وصلوني لعنده. الحمد لله على ما قضى الله حاجه الله يقضيها الله سيدي ومولاي موجه العالم.